ما احنا لقينا حد نقعد عنده وقاصين على وجهنا، طلعنا من المغراضه لنا شهرين هني، هذا احنا في مهني طلعنا غصب عني، اعطانا مناشير وقال اخلو اخلينا. ايش نقول؟ انا معي عيان هذا اللي نايم مع الكاره، لا بتكون ولا بتبغي. اليوم رموا مناشير وعاملين حدود لعندية صلاح الدين، وبعد هيك صاروا يخبطوا علينا هنا جديد، شايف كيف؟ كل المنطقة هذه اللي بعد صلاح الدين، لا الشرق الغربية كلياتها. من مخيم سكان مخيم اثنين، الصبحيات رموا علينا قضايا مناشير وطلعنا هينا، ومن الصبح لحتى الان وهم بالقضايا بالهون علينا والدبابات والهذا، ولا مكان امن نقعد فيه ولا حاجه. وين طالعين ننام في الزوايد الى الصبح ونطلع على رفاه يا عمي. ايش المناطق اللي هدروها؟ المناطق يا براجع عين جالوت، شارع صلاح الدين والعشرين لحد جامع الشهداء. وان شاء الله ربك خير. هاينا زي ما انت شايف اطفالنا وراك واصغارنا ونسوينا. شحوت الله شحوتكم. ايش اطلقوا عليكم يا حكم؟ قلايب حرقوا الشجر، حرقوا الدور، ولع الدور، ولع الحديقة نار. نار مش عارفين نحن ما ندري، ما نعرف ايش نعمل. اشتغلنا بالصغار، اشتغلنا بصغارنا، وين بدنا نروح؟